امشي وعندي علاج بنتي، المهم انه اجرها ما تضطر للبتر. لانه اجرها مهدده، اذا ما وصل الالتهاب للعظم مهدده بالبتر، يعني بدهم يحاولون قدر الامكان انه ما يوصل الالتهاب عندها للبتر. يعني اكثر شيء بدهم يقدرون يساوون هي انه ما يوصل الالتهاب عندها للعظم، لانه صار له سنه جرحها هالحز، وانا اعالجها وما استفادت شيء. وبجمل مختلطه بدموع وحسره على تشرد عائلتها تشكو همها. ايضا اؤكد على حاله الطفله سلسبيل التي ذكرناها في الحلقه قبل الماضيه. نعم. وان شاء الله تعالى هذه الطفله التي بحاجه الى علاج سريع، الان تواصل مع الدكتور اللي سيقوم بعلاجها ان شاء الله تعالى، وان شاء الله يوم الاثنين القادم تدخل ان شاء الله المستشفى للعلاج باذن الله. بعد غد عمليتها ان شاء الله يا دكتور، يوم الاثنين الساعه 7 صباحا باذن الله تعالى ان شاء الله. بإذن الله دكتور. أيضا جزاه الله خير، تبرع بتخفيض التكلفة من 3000 دينار ما شاء الله أردني إلى 3000، من 6000 دينار أردني إلى 3000 دينار أردني، جزاه الله خير تقريبا نصف القيمة تبرع بها، جزاه الله خير الدكتور. نقول جزاه الله خيرا، سبحانه وتعالى يبارك في مالي ويبارك في عملي. بهذه الكلمات أعلن المدير العام للمنتدى الإسلامي عن أمل جديد في حياة سلسبيل، وهو تكفل المنتدى الإسلامي بعلاجها. بدأت خطوات العمل، لا شيء يقف في طريق الخير، والأمل علاج الطفلة سلسبيل بإذن الله تعالى. كانت وجهتنا الأولى إلى الدكتور حاتم الرواشد، استشاري عمليات العظام والكسور لإجراء العملية والإشراف على العلاج. المريضة كان في عندها يعني تشوه في القدم اليمنى، التشوه هذا حاصل عن إصابة في العمود الفقري خلقية، هذه الإصابة أدت إلى تشوه في الأعصاب وتروية الأطراف السفلية، وكذلك تشوه في الفقرات نفسها، فمعروف هذا تسمى بالإنجليزي سباينا بيفيدا، أي أن الانفراج أو الانفراج الموجود الخلقي في الفقرات القطنية. الحمد لله أنها ما يعني أحيانا بتكون الحالات هذه فيها شلل كامل، لكن عند الطفل السلسبيل هي من أقل الحالات، أدت إلى تشوه في القدم، والتشوه هذا أخذ يزيد مع الوقت، فطبيعة مشي الطفل تمشي على جنب جهة الوحشية، وكون لا يوجد إحساس عندها نتيجة للتشوه الموجود في العمود الفقري، هذا أدى إلى وجود تقرحات في القدم، وعادة الحالات تنتهي ببتر للقدم وأسفل الساق. طريق الأمل بدأ بدخول سلسبيل غرفة العمليات لتبدأ الاستعدادات النهائية للتدخل الجراحي. سكون يشمل المكان، وكل شيء هنا يقول بسم الله وعليه توكلنا.